واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تسطر أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة في تصديها للجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 93 طن أرز أبيض ومكرونة وسكر وزيت طعام تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة والجيزة والمنوفية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 46 طن دقيق أبيض تم حجبه عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعاره وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها، وذلك خلال حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بالشرقية والدقهلية وأسيوط وشمال سيناء، وضبط 45 طن مواد بناء بمخزنين لتجارة مواد البناء بالمنوفية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 41 طن أسمدة زراعية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء بالمنوفية وكفر الشيخ، وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 59 ألف لتر مواد بترولية، قام المسؤولان عن محطتين لتموين السيارات بالقاهرة والقليوبية بالاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، واستوليا بذلك على أموال الدعم المخصص لها. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 19 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية على عدد من المطاعم وثلاجات حفظ السلع الغذائية بالقاهرة والقليوبية، وضبط قرابة 56 طن سلع غذائية متنوعة غير صالحة لاستهلاك الآدمي بالشرقية والجيزة. كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 132 طن ونصف الطن مخللات غير صالحة لاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية. كما تمكنت من ضبط 91 طن ونصف الطن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة لاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخللات بالقليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 35 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف بالغربية، وضبط 4 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتمثل ضرراً على الثروة الزراعية حال طرحها للبيع بالأسواق بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالبحيرة. ونجحت في ضبط 20 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بالمنوفية.